جاء قرار إعادة فتح أسواق المشية الأسبوعية بعد غلق دام أكثر من شهر. هذا الغلق كان نتيجة للانتشار مرض الالتهاب الجلد العقدي للأبقار الذي مس عديد الولايات. المرض احنا عندنا في الولاية ما كانش كاين المرض، بصح هذا الغلق كان احترازي ولمنع تنقل العدوى. لهذا الأسبوع تم إمضاء القرار الفتح نهار 12 أوت. عادت الأسواق المشية للنشاط، يبقى الغلق يمس الأبقار، ممنوع التنقل تاعها والتنقل إلى للمذابح وبشهادة بيطرية. الحمد لله، فضل مولانا وفضل السلطات المحليه هذه تاعنا حلوا لنا السوق، ناسها ترزق والحمد لله. وكان السوق فركت والناس كانت مش لاقي رواح، ما والله ما كنا نلاقي الرسالة والحمد لله. السوق كما الفلاح كما الموال، كل كما مول العلف كما مول التبر كما مول القلم، كاع راهم يستفادوا من السوق والحمد لله. احنا ان شاء الله ما كاينش المرض في القلم ان شاء الله، وما يكونش ان شاء الله، وان شاء الله بلادنا تعمر ان شاء الله. ايوا كان السوق احنا نقضوا لذو ثلاث اسواق ولا اربعه، ما نلقوا حتى حيه من الحيات، التراريس وما نلقوهمش، كي قابل المال ما كاينه حيه.